بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الحضور والأخوات، في ندوتنا التي تجمعنا معكم في واحة الثقافة تحت الظل الظليل والنسمات العليلة بين العشرون شجرة لحديقة منتدى الثلاثاء الثقافي، والتي شكلت سنوات المنتدى التي صنع ولا يزال يصنع الذكريات من خلالها ويثير النقاشات ويمهد للتلاقي والتعارف بين المثقفين. يسرنا في البداية أن نرحب بضيف الشرف لهذه الأمسية الشيخ الدكتور عبد الله اليوسف، وهو مفكر إسلامي وباحث في شؤون الفكر الإسلامي المعاصر، وحاصل على وكالات شرعية وإجازات في الرواية من عدد من كبار المراجع والفقهاء المعاصرين، وحاصل على الدكتوراه في الفقه والمعارف الإسلامية، كما أن له العديد من المؤلفات وصلت إلى 60 كتابا في حقول فكرية ومعرفية مختلفة ترجمت بعضها إلى اللغات أجنبية. التصوف عبارة اختلف في جذرها اللغوي، بعضهم قال من الصوف والآخر قال من الصفاء، وقيل أنها أتت نسبة لأصحاب الصفة الذين يبيتون في المسجد النبوي، حتى قيل أيضا أنها لا ترجع للعربية أصلا، بل ترجع لليونانية صوفيا والتي تعني الحكمة. بين تذبذب دلالات الألفاظ وتشبعها، نشد البعض المتصوفة المعنى الأسمى والأصيل السابق على نشوء الألفاظ وتكونها. يقول المتصوف الهندي عناية خان: لا توجد ولم تكن هناك أبدا بداية للتصوف، والتصوف لم ينشأ كظاهرة تاريخية، بل وجد دائما لأن النور كان بصورة دائمة يشكل ماهية الإنسان، ولأن النور مشاع في باطن الإنسانية جمعاء كما يرى خان، أصبحت أيضا ظهورات هذا النور كونية في كل الثقافات. فمن الرهبان المسيحية القديمة بسوريا ومصر، إلى الأديرة والتنظيمات الرهبانية بأوروبا، إلى العلوم الروحية المعروفة بالقبلة في اليهودية، أو الرهبان الجوالين بالهند، أو النساك المعتكفين في جبال الهملايا بالتبت، أو الشامانات الغائبين في نشوة اتصال مع الأرواح العليا في غيبات سيبيريا والأمازون. كل هؤلاء أنصتوا للصوت الذي في داخلهم، والذي يدفعهم قدما لمطاردة النور الذي يقبع داخلهم وراء هذا العالم. والتصوف في الأديان الإبراهيمية هو تيار ضمن ذلك البحر الواسع من تلك الأديان، والتصوف في الإسلام هو جدول من جداول ذلك النهر جنبا إلى جنب مع الفقهاء والمتكلمين والحكماء والفلاسفة، مع العلم أن المتصوف قد يكون بنفس الوقت فقيها أو متكلما أو فيلسوفا. وفي ندوتنا لهذه الليلة يقدم الأستاذ الشريف أبو الكساوي محاضرة بعنوان التصوف النشأة والتطور. الأستاذ الشريف أبو الكساوي من مواليد مدينة الشيخ أبو كساوي في السودان، درس القرآن الكريم والعربية في السودان، كما درس الفقه في جامع الخرطوم. أنهى دراسته الجامعية في الشريعة وعلوم الدين في مصر، حصل على درجة الإجازة في المذاهب الإسلامية من اليمن حضرموت، يعمل حاليا منسقا لسفارة السودان في المنطقة الشرقية، وإمام وخطيب جامع دار الرعاية، ومستشارا في شركة أبناء علي سعيد بخشوين، ورئيس الصندوق الخيري للجالية السودانية. ويتناول ضيفنا في هذه الندوة العديد من المحاور من خلال نبذة تاريخية عن التصوف، مرورا بوصفه كمذهب عقلاني وطريقة التعبد، وسيرا في العلاقة بين التصوف والمذاهب، وصولا لحالة التصوف في السودان الشقيق. يتفضل مشكورا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أقول كبايع التمر بحجر، ولكني عصابة على راسي، ولكن العمامة لا تعني دلالة الرجل، وليس كل فقيه يلبس العمامة، وليس كل عمامة لفقيه.
فإن كنت مخطي فهذا مني ومن الشيطان، وإن كنت مجزي فهذا فعل الرحمن في عقلي، لكم التحية والتجلة. ولكن لا بد لي أن أعرج على هذا الجهد قبل أن أنداح في هذه المحاضرة التي لأول مرة الكثير منكم يسمع بها، وستكون هي الخاتمة، ولن نسمح بتكرارها لأنها هي منهج سنعده تربويا يعتصر الناس عليه معلومة يستفيد منها في العراء والوراء، وتكون ديدا حياتهم لتغذية هذه الروح التي أشانها كثير من الضلال. السيد الأستاذ جعفر هو غني عن التعريف، ولكن لا بد لنا أن نصطحب معنا القرآن الكريم ولا تنسوا الفضل بينكم، وأيضا نصطحب معنا وقولوا للناس حسنا. لم أكن شاعرا، ولو كنت شاعرا لقلت قصيدة، ولكن كنت حزينا، ويا حظوة حظي أن لا أكون شاعرا، ولكني سأكون لا أجيد العربية وأتقن الأفرنجية، ولكن بلغة الأفرنج سأقول قصيدة بيني وبينه لعله يصحح قواعدها الإملائية في اللغة الإنجليزية، وأنا ضعيف جدا في الإملاء. لكن دعوني ندخل على محاور محاضرتنا. أولا، أنا هنا لا أستلم قلم التصحيح والتحريم والتفسيق والتبديع، لكن أتكلم عن مكون موجود، وأنا أحترم العقائد وأحترم المسميات وأحترم ما يقتنيه الناس في أفعالهم وتصوراتهم بغض النظر عن أنا مع أو مختلف. لذلك نحن الباحثون نتحدث ونتغمص شخصية ما نحن نتحدث فيه، فلو تحدثت عن اليهودية لصفغ الناس ولعن المتحدث أنه يهوديا خالصا، ولو تحدثت عن البوذية أيضا للعن الذين شاهدوا المحاضرة أن المتحدث بوذيا خالصا، لأن الباحث يتحدث عن الوجود، وناقل الكفر في المعلومة العامة ليس بكافر. لذلك أنا حينما أتحدث عن التصوف هو حالة موجودة في السودان، وسأقصر نفسي حدا ألا أتجاوز حفظا على أماكن أخرى في العالم، سأتحدث عن التصوف في السودان بلدي الذي أعيش فيه وعايشته، وستكون المحاضرة وفق آلية تشريع ألفاظي من الأسئلة السودان لا تخرج عنه أبدا، خوفا من أن يكون هناك اختلاف، ونحن ليس هنا في ركن للدعوة الخلافية أو لتأصيل الحرام والحلال. هذه محاضرة، هذا علم، هذا وجود لعنصر في مجتمع، نريد أن نبين هذا العنصر للاطلاع والمعرفة عليه وإليه. التصوف في السودان بداياته قديمة جدا، وهو بسريع سأتناقل هذه العبارات سريعا، كن معي مركزا، ألقي بالك عندي هنا. التصوف في السودان بداياته فكرة من أحد الداخلين من الحجاز يسمى تاج الدين البهاري. تاج الدين جاب فكرة، لقى له ناس في السودان مجتمعون. هذا تاج الدين البهاري جاء في مجتمع سوداني بسيط جدا، أداهم الفكرة، ثلاثة أربعة أنفار كده بنوا لهم بيت من القش سموه الخلوة، وهذا الرجل أعطى لأولئك النفر أوراد ذكر بمسميات وبأعداد. هذه الخلوة توافد إليها الناس من القرى التي حولها، جو الناس إيش عنده الشيخ، والله يقول قولوا سبحان الله كذا والحمد لله كذا ولا إله إلا الله كذا وصلاته كذا ودعواته كذا وكذا، فالتحقوا بهذا الشيخ. الملتحق يسمى الفقير، الذي يلتف حول الشيخ يسمى الفقرة، ومرة الشيخ يسموها أم الفقرة، والشيخ يسموه الشيخ وسيدنا، اثنين عنده مصطلحين. فانبثقت من هذه الخلوة خلاوي، أصبح الناس يبنون بيوت من القش، يلتف حولهم ناس يسموا هذا الشيخ بعلمه بورعه بتصوفه. أنا لا أتحدث عن التأصيل، أتحدث عن الوجود،
تنبه لي شديد، بالذات الباحثين المعانا هنا والكتاب والعلماء، أنا أتحدث عن الوجود. ومن ذلك بدأت الثورة في السودان، انتشر التصوف في السودان كالنار في الهشيم، ما في قرية إلا ودخلها التصوف، ما في شارع إلا وبه التصوف، خلوة، قرآن، شيخ يسمى القريب من الشيخ المريد، الأغرب من المريد يسمى الحوار، الحوار يخدم الشيخ، يخدم الذين هم في المسجد، يسمى المسجد حارة كبيرة يجتمع عليها الناس يمدحون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم جميعهم ليس لهم علاقة بالحزب والنسبة والتناسب والعلم والفقه والتشريع. الشيخ هو المشرع الأول، يصلوا زي صلاة الشيخ، يقروا زي قراءة الشيخ، يتعلموا زي تعليم الشيخ، يحفظوا زي حفظ الشيخ، يأخذوا وينالوا البركة من الشيخ. هذا هو التصوف في السودان. دخل عليه حدث أن هذا القرآن تسمى الخلاوي. الخلاوي عبارة عن بيوت بغض النظر عن مسميات النوع، يأتي إليها الأبناء يتوافدون من قرى كثيرة جدا من القرى الحولية ويقرأوا القرآن، وهذا القرآن هو امتداد لهذه الخلوة اللي تسمى خلوة الشيخ فلان، الشيخ فلان، الشيخ فلان. حصل الاختلاف في الوجود مع الكثرة، أصبح المسيد يأتي بمسيد آخر، يعني الشيخ يخلف خليفة، الخليفة يسميه الشيخ المريد، المريد يخلف خليفة، الخليفة يمشي إلى أهله يكون خلوة يسميها خلوة الشيخ فلان وخلوة الشيخ فلان وخلوة الشيخ فلان. ليس علاقة هناك في رحم، ليس علاقة في قبيلة، قد يكون الشيخ من قبيلة وقد تكون الحوار الآخر الذي أخذ اسم الشيخ من قبيلة أخرى. فظل التعايش في هذا السودان بهذه الكيفية وبهذه الطريقة، ولم يكن هناك إشكال ولا مشكلة أبد. هذا هو مجتمع السودان المتصوف. نشأ الخلاف، وهذا لا تطرق إليه، ليس خوفا أو جبن، لكن ليس له مجال هنا أن نتطرق إليه، مع وضد. أنا لا أتطرق إلى من ضد ومن مع، أنا أتكلم عن حصل الخلاف. تشعشع من هذا الخلاف خلاف آخر، حصل الضغط ولد أحقاد، أصبح كل فقه وكل فترة وكل شيخ يأتي بمصيبة تنال من الشيخ ومن أخلاق الشيخ، فتفتت هذا المضمون، وأصبحت الدعاوي أن هذا يريد أن يقتل هذا، وبركات هذا أعلى من هذا، وهذا يخرج إلى الصلاة طائرا بجناحيه إلى مكة، وهذا يجده في المدينة فيغمس جناحيه فلا يرى. أصبح هذا التكتل اللا أخلاقي، فانتهت الفكرة ودخل عليها الدجل والشعوذة إلا من رحم الله، ولم ينجى منها أحد، لأن حينما كان الضغط المذهبي بين أحقاد الشيخ، الشيخ فلان أقوى من الشيخ فلان، والشيخ فلان أسرع من الشيخ فلان، والشيخ فلان سبب الشيخ فلان، تفتت هذا المجتمع فأصبح مجتمع قبلي. لا بد للشيخ أن يكون من الأسرة ومن القبيلة حتى ينشي المسيدة ويكون له الحق في الدار والتيار والأهل والأولاد والثقة. فأصبحت التشوه عليه أخذ مآل أخلاقي أكثر من ظرفي، ومن هنا بدأت حالة القلم الذي لم يرحم أحد. فسمي الصوفية وتجد يتحدث كاتب بالتكفير والتفسير والتبديع، ويقول ما شاء له أن يقول دون أن يرجع إلى مسمية اللفظ للمعين. ومن هنا انحرف الناس في التصوف السوداني، وأخذ مجال من الترقيم السياسي، وأخذ مجال من الترقيم الروحي، وأخذ مجال من الترقيم الإثني، وأخذ مجال من الترقيم القبلي، فضاعت الطاسة ولم نجد
متصوفا يحمل الفكرة كما ذكر أخي وزميلي في هذه المحاضرة، الصفاء والطهرة والنقاء. لذلك نحن حينما نتحدث عن الفكرة ويدخل عليها الذي ابتكر الفكرة مصطلح يخيفها ويخيف عنها، تجد الفكرة تموت، وإن لم تموت فتكون بداياتها ونهاياتها تزعج من كان يلتحم بها. فأصبح للسودان الآن، السودان الحديث، التصوف في السودان الحديث بيوت معينة لها أرقامها، لها أسوسها، لها تجذيرها، ولكن لا نسمي هذا الوطن السودان مثل ما دخل التصوف في بداياته فحل على جميع أهل السودان. أهل السودان كانوا كلهم إن لم أكن مبالغا 80% كانوا يتصوفون ويلتفون حول الشيخ، وما في أحد في السودان إلا له شيخه يذهب إليه ويأخذ منه البركة والدعوات ويلتف حوله ويذهبون إلى المسيد. وكل قرى السودان بها مسيد، لا تخلو قرية من قرى السودان إلا بها مسيد وشيخ وحلقة للقرآن. ولكن تطور هذا التصوف وأصبح آلة من آلات الحياة، وأصبح الناس يعملون به ويقاتلون به ويحاربون به ويغذمون به بعضهم البعض. فأصبح المجتمع الآن بين سياقين، سياق متصوف يتحدث عن كلكم تعلمون، وسياق آخر يتحدث عن، فكل يدعي أنه الكمال فيما يقول وكل يدعي أنه صاحب الحق. فلذلك هذه المجتمعات من المتصوف التي عايشها أجدادنا وأباؤنا لم يكن هناك خلاف في مبادئهم وفي عرفهم وفي سلوكهم وفي منهجهم، وكلهم جميعهم لم يكن لهم مذهب ولم يكن لهم حزب، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقولون الله أكبر ويتجهون في الصلاة على القبلة، ويصلون الخمس أوقات جماعة في المساجد، ولا يعرفون غير الصلاة والإيمان والتقى، ولا يعرفون غير لا إله إلا الله، يصومون ويحجون، وليس لهم مذهبا آخر نسميهم بهم. ما في مذهب لهم، ما في مذاهب يسمون بها هؤلاء المتصوفة. هم من أهل السودان، من عامة أهل السودان، وجميع أهل السودان يتعبدون بمذهب الإمام مالك، يتعبدون بمذهب الإمام مالك ويقلدون المدرسة المالكية في صلاتهم وفي تعبداتهم. إذن التصوف في السودان هو ليس كما ذكر في موضوع المحاضرة أنه مذهب، ولكنه هو من أهل السنة والجماعة، وهم مالكية يتدينون ويتمذهبون بالمذهب المالكي، وكلهم أشاعرة ومذهبهم مالك، المتفقه منهم والعالمة والمغلد كلهم يدينون بمذهب الإمام مالك ويتعبدون به. لذلك كل البحوث العلمية لم تجد منهجا يسمى منهج التصوف، وهو المنهج المنتشر في جميع أنحاء الدنيا، في الحجاز، في إفريقيا، في أثيوبيا، ولكن أؤسس للتصوف في السودان على مبادئه الطرق الغادرية، الشاذلية، الأحمدية، المرقنية، المهدية، كلها طرق في السودان هي الآن على أسدة وجود السودان. هذه طرق من المتصوفة، لها ناسها، لها جماعاتها، لها برامجها، لها قواعدها، لها صلواتها، لها مساجدها، لها أماكنها، لها مسجدها، لها فقرائها، لها قرآنها، لا أحد يتحدث غير وجودها، هي موجودة. وهذه هي التصوف، وهذا هو التصوف في السودان باختصار ومنحى يفقه الناس أن التصوف في السودان وجوده موجود منذ أن أسسه الذي جاء به إلى تاريخ هذه اللحظة، لم نشهد عليه إلا تغيرا في الفكر الآخر الذي يرى هذا يجوز وهذا لا يجوز. وهذا كما ذكرت في بداية المحاضرة أن ليس من أصلنا أن نجذر أو نحرم أو نحلل، لأن هذه المحاضرة وهذه الندوة هي للتعريف على التصوف وعلى التعريف عن الآخر، وليس للتحريم أو ضد أو مع هذا. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا على هذه المحاضرة المفيدة والتاريخية الوصفية التي تميزت بالوصف في الحقيقة والحياد، وهذا النفس العلمي في البحث شيء ضروري ومهم. في البداية يسرني أولا أن أدعوكم لحضور حفل في الأمسية القادمة، ستكون حفل تكريم لهذا العام للكاتب الأستاذ إبراهيم البليهي وبمشاركة مجموعة من المثقفين، وذلك يوم الثلاثاء في 3 جماد الثاني الموافق 25/1/2020 في مجلس الحاج سعيد العقابي في حي الجزيرة بالقطيف العقابي الساعة 8 مساء. الساعة 8 مساء. شكرا. الآن وصلنا إلى فقرة الأسئلة والمداخلات في الجمهور الأخوة الحضور. أتمنى أن يعني يحدد أولا الشخص اسمه، وأيضا يحدد نوع المداخلة، هل هي مداخلة أو هي سؤال، وكذلك التقيد بالوقت. عادة احنا نعطي نصف دقيقة أو دقيقة بالكثير، ولكن في بعض الأحيان ممكن يطول أو يقصر بمقدار بسيط فقط، فأرجو من الجميع التعاون. الأخ أحمد تفضل. السلام عليكم. أحمد المدلوح، أنا حضرت جلسة للمتصوفة في مصر واشتملت على الموسيقى والرقص، فكانت ملهمة جدا وكانت متفردة. لا أعلم إن كان هذا هو ديدن التصوف أم أنه شيء عارض عليه، خصوصا أن بعض الدراسات الحديثة تتحدث عن أهمية الرقص باعتباره نوع من الترانسيدنسي، يعني التحرر أو الوجود المتعالي للنفس البشرية. وشكرا. نأخذ عدة مداخلات. سؤال. أنا طبعا يعني من أجمل حاجة، أنا أجمل شيء تعلمته في الحياة دي إنه أنا عندي أخوي بروفيسور مخ وأعصاب، هو أخي وشقيقي بروف مخ وأعصاب، حياته كلها في بريطانيا. وعندي أختي شقيقتي عندها ولد رجله تكسر في الكورة، فجات قالت لي يا دكتور الحق عمار رجله تكسرت. قال لا ودوه طبيب أطفال أحسن. قالت لي أنت قريت شنو؟ فقال لا خليها قرايتي أسي، أنا قريت شنو ده موضوع آخر، بس أنت كده أمشي ودوه طبيب أطفال. وبعد ذاك يعني قرايتي أنا بكلم بها بعد ودوه طبيب أطفال. ففي فرق بين إنك أنت تشرع وتحرم وتحلل وتجوز، وفي فرق بين أنك تكون صامت أمام هذه الهالة من التحريم والتفسيق والتبديع. يا أخوانا كلمة حرام دي صعبة، خلاص والله صعبة شديد. حرام وحلال ديل صعبات، صعب 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 مبالغ فيه. فليس كل ما يعمل به مشينا أو جميلا في تعبد لك الحق أن تحكم فيه أنت ولو كنت عالما جليلا. الحج، وهو الحج يجوا نصابين وحراميه وزناه وشحادين وكذابين ومنافقين ودجالين. أنا ألقي الحج لأن الذين تعبدوا هم هؤلاء، أو يأتي واحد يحرم الحج لأن الذي يحج مثل هذا؟ هل إذا هناك صوفي رقص أو ضرب على وتر أو ضرب على صدره واجدة هل نلقي التصوف لأن هذا الرجل فعل كذا؟ أو لو هنا صوفي يده خمرا شرب الخمر حتى ثمل وهو متصوفا، أن نلقي التصوف بفعله؟ الحكم على أمة أو على طرح أو على منهج بسلوك فرد إجحاف عند الواعون وأولهم صلوات الله وسلامه عليه. والدليل نصا أن حينما جاءه الزاني قال لعلك وهو يزني، والزانية قال أرجعي، أما السكران قال ما إنه رجل يحب الله ورسوله. تمهل أخي حينما تقول الحرام والحلال. إن كان أنت قد طربت في هذه اللحظة فأنا لا أحلل ولا أحرم، ولكن ذاك شأنهم هم المصريين وأنا سوداني. شكرا.
شكرا. جميل جميل جدا. ناخذ عادة ناخذ سؤالين ثلاثة مداخلات أو أسئلة وتتاح الفرصة للإجابة. ناخذ تفضل الأخ، عرف باسمك لو سمحت. ما ذكرت لتاريخ دخول الصوفية للسودان، وهل هو تاج الدين البخاري أو البخاري؟ البخاري. جميل، بس نبغى نعرف بس تاريخ التقريبي إذا كان ممكن. يتخيل لي المعلومة دي بتلقاها في جوجل، أنا ما بتذكر الرقم كم سنة كم يعني، بس الاسم بتاعي دي نكتب تاج الدين البخاري يديك المعلومة. طيب في تاريخ معين لدخول أو نشأة التصوف في الإسلام بدايته، يعني كان وين؟ في السودان؟ لا في الإسلام بشكل عام، في أي هو كأهل الصفة. بدايته أهل الصفة هم الذين التحم الناس منهم، لأنهم كانوا قريبين إلى الزهد، والنبي صلى الله عليه وسلم خصهم بهذه الصفة صلوات الله وسلامه عليه، منهم أخذوا هذه الفكرة. والحديث في هذا التصوف حديث كبير ذا شجون. نحن الحين أخذنا زي قصة واحد أديناكم كده جرعة سريعة كده، لكن ده داير له بحث كبير، داير له 10 محاضرات. تشكر تشكر دكتور. ناخذ مداخلة أخرى، تفضل الأخ. التعريف بالاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك الطيب. طبعا المحاضرة التصوف في السودان أعتقد تحتاج لأكثر من محاضرة، لأنه التصوف في السودان قد يمتد تاريخه إلى 2.5 قرن. كنت أتمنى من المحاضر أن يتحدث بإفاضة عن الحداثة والمؤسسية التي انتهجتها الطرق الصوفية في السودان مع بعض النماذج. ولاحظت أيضا أنه عرج على مصطلح المسيد من غير تعريف إلى كلمة المسيد نفسها. يعني المسيد هي جمعها مسائد، كلمة مسيد في اعتقادي هي المؤسسية، المؤسسية في إدارة الطريقة الصوفية. شنو معنى كلمة مسيد؟ مسيد هي بقعة أو منطقة من الأرض تنشئ عليها الطريقة الصوفية مستشفى وخلوة ومدارس، وكذلك مجلس للشيخ لحل المشاكل لاستقبال الشكاوي. ومن أشهر المساجد في السودان مسيد أم ضوان بان. أم ضوان بان يبعد حوالي 40 كيلو من الخرطوم، ويكاد يصبح الآن منطقة أثرية، لأن مسيد أم ضوان بان فيه نار لم تنطفئ منذ 170 عام. الشيء الثاني، مشايخ الصوفية مع الحداث أو مع التطور أصبح فيهم أساتذة جامعات، أصبح فيهم من درس في لندن، من يتقن أكثر من لغة. ومثال على ذلك الشيخ محمد الفاتح قريب الله، اللي لديه أكثر من 147 كتاب في مختلف العلوم في اللغة والحديث والفلسفة. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا. ناخذ فقط أيضا مداخلة أخرى، السؤال أو مداخلة أخرى، تفضل. عبد الرسول الغريافي. شكرا الرسول. ذكرت أن المتصوفة يصومون ويصلون ويأتون الزكاة ويحجون، هذه خطوط عريضة إلى الإسلام، ولكنك لم تذكر أي ميزة تميز المتصوفة عن المذاهب الأخرى أو ميزاتها على الأقل، يعني ما سمعنا شيء، يعني ما عرفنا. فالكل يصلي ويصوم ويحج ويشهد أن لا إله إلا الله في البداية. طيب شكرا. نأخذ مداخلة في الآخر بعد. هي تفضل. غلي. السلام عليكم. محمد التاروتي. أنا ودي لو الشيخ يسلط الضوء ولو بلمحة بسيطة عن الحالة الطقوسية عند فرق المتصوفة، ومو فقط في السودان أيضا. هل هناك يعني فروق في الصور الطقوسية داخل فرق المتصوفة نفسها أو من مكان إلى مكان، يعني في السودان أو في أماكن أخرى؟ هل الصور الطقوسية نفسها هل فيها تضخم؟ هل نشأت يعني مع نشأة الصوفية أم نشأت لاحقا يعني متأخر؟ لمحة بسيطة عن هذه. شكرا. طيب شكرا جزيلا. تفضل. ثلاث يعني مداخلات.
تفضل أستاذ مبارك وعبد الرسول ومحمد. إذا تحب أذكرك إيه. ببدأ بالأخير. الطغوص عندهم حاجة اسمها المديح، عندهم حاجة اسمها الطار. الطار ده عبارة عن غلاف من الخشب بيتجلد بجلد الماعز، عندنا هناك جلد الماعز بيدخلوه في القرض بيدبغوه بينظفوه بيعملوه جلاد على هذا الإطار العودي وبدقوه بيسموه الطار. الطار ده ثاني عندنا حاجة اسمها النوبة، عبارة عن ملفوفة طويلة كده فيها عصاية، آخر العصاية قطن أو مجموعة من القماش، فتضرب النوبة مع الطار. وهؤلاء الذين ينشدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدح في رسول الله والحب في رسول الله وفي آل رسول الله وفي الصحابة وفي مشايخهم أيضا يسموه القصيد، هو عبارة عن أهازيج في أوقات المناسبات، وفي الاثنين صبيحة الأحد صبيحة الاثنين يسموها ليلة الاثنين، والخميس صبيحة الجمعة يسموها ليلة الجمعة. هذه بيحيي فيها الذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلعبون فيه بحي اسمها الطارة والنوبة، وعندهم حي اسمها الشتم، آلة صغيرة كده موسيقية، وعندهم حي اسمها الجرس زقاك دي شلل انجلل 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 انجلل، وعندهم حي اسمها الميدة، حاجة فوق فيها عود كده بيخطوا فيها حصى مع قطعة حديد بشكل بكشكشوه بتكشكش كده كششن 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 كششن، ويبدو يعملوا حركة الله 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 الله. هذه هي من الأهازيج ومن مرسوم ومن فعل هذه الفئة المتصوفة في أهازيجها وفي أفراحها وفي أتراحها يفعلون هكذا. السؤال السائل شيخنا جميل جدا، إنه هم يصلون كما نصلي ويصلون، هم عندهم درجة الزهد درجة عالية ودرجة الإيثار. المتصوف في السودان ممكن يقرأ عليك ملابسه اللابسة ويقعد بس بستر العورة، ممكن يديك الطعام اللي هو شايله كله ويأكل لقمتك فيه، يأخذ لقمة يقول لك هذه بركة، أما باقي الإناء كله لك. ينشهرون بالإيثار والمبالغة في العطاء، يعني عطائين كرسول الله صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة، هذه من صفاتهم أيضا بعد ذكرهم وعبادتهم وصلاتهم. أيضا الحداثة في المؤسسات التصوف وبعض هو الرجل ده كلامه جميل، هو عارف أنه أنا هو الزول ده سوداني، أعتقد الرجل ده سوداني، عارف أنه نظام ومعشور بالنظمي وحداث ومعروف، أنا ذو النظام أنا ذو النظمي، أنا والله لو قعدت أنظم معاكم والله ثاني ما تجوا إلى جعفر الشايب ده لما تموتوا ما تخشوا هنا. هو يزعلهم تماما انه نظر نظام ومعروف انا نظام، يعني انا مشهور ان نظام، لكن انا اختصرت النظمي بقيت شويه كده كلامي قليل. بدي احكي لكم نقطه عشان تضحكم. قالوا امام مسجد يوم الجمعه كده تكلم على الناس كلام كثير جدا، الجمعه الجايه كلهم طلعوا برا قاعده في الظل. سال المؤذن قال له وين النازل؟ قال يا اخي صراحه قالوا النازل كلامك كثير ثاني ما بيجوا ما بيجوك ثاني. فبالتالي هو كلامك هذا فعلا لو تحدثنا عنه باستفاضه ما بيخلي الزول يبحث. أنا والله الأستاذ مرغل الشايب أحبه وأدرك معنا فهمه شخصيته تدل عن وعيه وثقافته. أنا حاولت أديكم مقتطفات كده عشان يكون في لوحة لجوجل، ما نايمين سايت وقاعدين سايل لنا بالليل، اشتغلوا شغل في جوجل ده يجيبوا المعلومات الثانية دي. شكرا جزيلا. نأخذ مداخلات فضل وليد. تعريف بالاسم. السلام عليكم. جلال الناصر أخصائي نفسي، يعطيك العافية. من المعروف عند الصوفية شغلة جانب عقائدي، وحدة الشهود ووحدة الوجود، الأولى اللي هي لا أرى شيئا غير الله، والثانية أرى الله في كل شيء. إيش مدى تأثير الجانب العقائدي هذا على سلوكياتهم؟ شكرا. هو ده نعطي فرصة بعد تفضل وليد. وليد تفضل. أيوة تفضل. شكرا جزيلا الشريف أبو الكيساوي، ونورت المنتدى حقيقة، الله يعطيك العافية. باسمك حق عيسى العيد. عيسى العيد حقيقة المحاضرة أنت اختصرت كثير يعني، وأتمنى لو تتحدث عن الفروقات بين الطرق مثل القادرية والشادرية، لو تتحدث عن فروقات
حتى يكون أفضل، يعني التصوف الكبير هذا تختصره في نص ساعة شوية يعني قليل جدا فيها، فأحب لو تفرق لنا بين الطرق. شكرا. تفضل أستاذ نال. السلام عليكم، حياك الله فضيلة الشيخ. أنا ممكن بأخش معك شوية، فأنا أشوفك ممتلئ. فأنا عندي سؤال قد يكون شوية في نوع من الإحراج، بس أنا كنت جاي عشان أسأل هالسؤال. ما هو الخلاف الحقيقي بين المتصوفة كعقيدة مع السلفية بالضبط؟ يعني شو التحديد؟ هل هو مسألة الأسماء والصفات؟ هل كيف ينظر السلفية إلى مسألة الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى والصوفية؟ لأن أنا قرأت في الصوفية كثير وعرفت على أن حتى مسألة معرفة الله بالحدث أو بالعقل لا تجرك إلى مفهوم الله. مفهوم الله مسألة خارج عنها الإطار، لا العقل يستطيع أن يعي معنى الله ولا الحدث يستطيع أن يعي معنى الله. وبالتالي هذه المعرفة وضعت الصوفية في موضوع يقول لا تستطيع أن تحدد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أنه ليس مادة علشان الحس يستطيع أن يفهمها، ولا هو شيء محدود علشان العقل يستطيع أن يفهمها. وبالتالي الأسماء والصفات هنا ليست في ذات مغزى. أنا ودي لو تعطينا فكرة عن هذا الشيء. شكرا. تفضل. أدي الضامن فرصة. أي تفضل أستاذ عبد العظيم. عشان صاحبي الضامن. شكرا أبو الكيساوي. السلام عليكم عبد العظيم الضامن. يمكن بعود أسأل نفس سؤال أحمد قبل شوية. إحنا اعتدنا على أن نحن نشوف الصوفية بشكل قد يكون مختلف. أنا الأسبوع الماضي كنت في عمان وحضرت جلسة مالد، اسمه المالد، والمالد هي جلسة تصوف لكن تنتهي بإحضار الجن، إحضار الجان، وكانت جلسة فيها نوع من يعني فانتازيا، يعني لدرجة أني كنت أشوف أشياء ما أصدق عيني هل هي حقيقية أو مي حقيقية. في مصر أيضا جلست جلسة في إحدى الجلسات الصوفية، وما أدري وش علاقة البخور وعلك البان بالتحديد بجلسات الصوفية، هل لها علاقة؟ هل هي لها علاقة بالجان أو لا هي حالة زهد فقط؟ بس اللي شفته أنا هي أقرب إلى حالة من استحضار الجن، والله أعلم. شكرا جزيلا. نأخذ من داخل. تفضل أستاذ أمين. هنا تفضل. السلام عليكم. تعرف الاسم؟ أحمد الخميس. شكرا لك فضيلة الشيخ. لو عدنا إلى فلسفة التصوف، هل هي نزعة إنسانية لأنسنة الدين؟ ولذلك نرى كثير من المتشددين يعادون الصوفية ويجعلونها خصما بل ويكفرونهم، فلا أدري هل هي نزعة للنزعة لأنسنة الدين ولأنسنة التدين؟ جزاكم الله خير. شكرا. سؤال جميل. تفضل. ببدأ بشيخنا آخر سؤال وبعد ذاك نتحرك. طبعا يا أخواننا ما في زول يسيء فيني الظن يقول الرجل ده دبلوماسي، ما تسيء الظن، لكن والله هذه تربيتي وهذه عقيدتي، إني ما قاعد أتحدث في التشريع في ندوة، والشيخ الدكتور يمكن يفقه ما أقول. نحن طلاب العلم لم نتحدث في الندوات أن نسأل أو نسأل في مسألة مرتبطة بخلاف فقهي مذهبي أن نرد في الندوة، لأنه عندنا مرجعية وعندنا أسس في تلقي الفتوى وعندنا حدود من الذي يصدر هذه الفتوى. وأركان الخلاف زي ما ذكر الشيخ، فلنكن أكثر وضوحا مع الذين يختلفون مع الصوفية، هم لهم الحق أن يقولوا ما يشاء
ومشايخة الصوفية الذين لهم الحق أن يقولوا في مذهبهم المتصوف ما يشاء دون أن يحرجوا من يتعرف ويعرف على المتصوفة. أنا ليس خصم لهذا ولا لذاك، أنا لم أكن متصوفا ولم أكن في الفرقة الأخرى التي تفسق أو تبدع أو تكفر، أنا رجل باحث أتحدث بمضمون الوجود، ليس لي علاقة بالمختلف أو المتفق. لو أنتم اختلفتم لا أختص كثيرا ولا أتأذى، ولو أنتم فرحتم لا يفرحني هذا ولا يؤذيني. لذلك كلمة حينما تجيب على سؤال أهل الخلاف ينبغي أن يرجع إلى تأصيل أهله، أصحاب الفكر نفسهم وأصحاب المضمون وليس المحاضر. هذه ليست دبلوماسية، هذا تربية، والشيخ الدكتور لعله تبرحل في هذه المذاهب الأكاديمية يفقه أن الذي يلفظ ينبغي له أن يكون معه من يلاحنه اللفظ حتى يأتي كما نص نصا فقها نرى. أفقه الناس هو أفقههم باختلاف الناس. ما شاء الله، شكرا جزيلا. عبد العزيز الضابن، أقسم بالله العظيم ليس تحيز للمتصوفة، ولكن بمعرفتي في السودان لم أرى التجنن والحركات التي تدل على الجن والجان إلا من متشعوذ ملعون مبغوض عندنا وعند غيرنا وعند الملل اليهودية وغير المسلمة. نرفض الجن والسحر والتكهن والدخول من باب التصوف على أنه جزء من هذا المتصوفة، وأنا ليس بصوفيا وليس لي علاق، ولكني أبرأ إلى الله أن أقول ما شاهدت. لم أشاهد في بيوتهم ولا في ميادينهم مثل هذا العمل البتة وأنا عايشتهم. سؤالي لأخونا، الاختلاف هو في الذكر. الطريقة الغادرية عندها عدة طرق، الطريقة الغادرية عندها عدة طرق تنبثق من هذه الطريقة خلافات. الخلاف في الذكر يعني لا إله إلا الله عند ناس ضبان 1400 مرة، عند ناس اللدية 680، عند ناس الشيخ البرعي 313، هي عبارة عن اختلاف في عدد الأذكار وعدد الطريقة السلام على الشيخ. في ناس يسلموا كده في الغادرية، وفي ناس بيحبوا حبيان عشاري للشيخ، هو خلاف يؤسسه المغلد وليس في أصل تشريع التصوف، هو خلاف أو مع أو ضد يؤسسه الذي يغلد ذاك المذهب أو ذاك الذي يختلف معه. أيضا السؤال عن المعتقدات، وحدة الشهود ووحدة الوجود تأثير. بالمناسبة أنت زول بتاع سيكولوجي، هم الناس زي ذاتهم جننونا، نحن الصوفية ذات جننونا، أنت زي ذات فرض يجيك أنت فرض دورك في العيادة، يعني فرض أستعمل من رحمة هذه الندوة إنه تديني تذكرة مجانا عشان تعالجنا نحن اللي بنتكلم عنهم ذيل. وفعلا هذا هو خلاف عميق لا أستطيع أبدا أن أنكره، هو هذا خلاف عميق وله تأصيله وله تجذيره، بل يقاتلون بعنف شديد فيه وضده، هذا هو موجود يعني لا ننكره أبدا في المتصوفة، وهو فعلا موجود جدا وبكثرة عند فقهاء المتصوفة بالذات هذا الذي قلته وقاله شيخنا الجليل. ما شاء الله. نأخذ مداخلة من الأخوات إن شاء الله، بس السيدات إذا في مداخلة من السيدة تفضل. السلام عليكم. هدى القصاب، يعطيك العافية. بالنسبة للمحاضرة صراحة يعني كان العنوان العريض أن الحديث يكون عن التصوف، يعني رح تبحر بالحضور في عالم التصوف الجميل. يعني أنا قرأت قواعد العشق 40 والجوانب الجميلة في حياة جلال الدين الرومي وشمس التبريزي، يعني كانت أمور أو جوانب جدا رائعة في التصوف، فكنت أتصور أن احنا المحاضر الكريم راح يبحر بنا في هذا العالم من خلال حياة جلال الدين، من حياة ابن عربي إلى آخره. لكن الواقع يعني أن المحاضر يعني ركز على المحور الأخير فقط، وهي حالة التصوف في السودان، يعني نشأة التصوف وعلاقة التصوف بالمذاهب الأخرى بالمذاهب والتصوف مذهب عقلاني،
جوانب الجميلة، جانب المحبة والسلام في التصوف اللي بيكون يعني أشبه بالعرفان عندنا يعني في المذهب الشيعي. لكن صراحة جدا يعني تفاجأنا، تمنينا أن المحاضر الكريم يعني توسع في هذه الجوانب. شكرا. شكرا، شكرا جزيلا. تفضل الأخ هنا، وفيه الأخ زكي. الاسم الاسم فؤاد إبراهيم. شيخنا الفاضل نقدر حضورك طبعا والضيوف الكرام، وطبعا الأخوان كلهم علقوا كاف يعني كان نوع من التفاجأ من اختصارك للمحاضرة، والأكثر أنت حصرتنا بالسودان والتصوف اللي تتكلم إسلامي وعربي وإلى بعد. فخلينا نتكلم بالسودان. احنا إذا ما تفضلت سميت لنا أسامي المتصوفين المشهورين، القادرية والأحمدية وغيرها، بس احنا المعروف بالنسبة لي اثنتين من أقوى الجماعات اللي هي المرغنية والمهدوية. فهل هذول يعني مستقلين عن باقي المذاهب الصوفية المعروفة، أو أن هي فقط الرئاسة في الطائفتين هذول؟ فيا ريت بس أو أنت تجاوزتهم أصلا. السلام عليكم. شكرا أستاذ الشريف أبو الكساوي على هذه المحاضرة. سؤالي يا أستاذنا العزيز بالنسبة إلى الطريقة الصوفية في السودان، سؤالي ماذا أضافت للشعب السوداني على مدى قرن ونص يعني من دخول الطريقة الصوفية؟ وبعد ذلك نحن نعيش في عصر يعني في سنوات هناك عدة مراجعات للطرق والمذاهب والفرق الدينية، هناك العديد من حالات التصحيح، فهل تعيش الصوفية في السودان هذا النوع من التصحيح؟ هذا هو السؤال. كرما لأختي العزيزة، أولا والله أنا قبل أن أخوض في المحاضرة أتحدث إلى علماء ومثقفين، والندوة هي ليس كلامية في العنصر الأساسي للندوات، هو عبارة عن مختطفات تسيل لعاب من يريد أن يطلع، يريد أن يطلع على المعلومة. المحاضرة في اعتقادي أنا ما كنت أعتقد إنه الزمن يأخذ في الجلوس، منذ أن دخلنا وتشاهدنا هذا المعرض والتكريم الذي حل، وهؤلاء الضيوف لهم حق أن يقلل المتحدث لأنهم جميعهم مطلعون. أعطيهم كلمات كذا 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 سريعة سريعة سريعة، هم بعوهم بعد ذاك يلقوا الطريق يمشوا. لكن لو حاولت أنا أسر زي سردق بتاع الناس ابن عربي ده وأتكلم عن الكرامات وعن التأصيل وعن تشريعة وعن بقاء وعن وجودة وعن رمزيتها، ده مو محاضرة طبعا، دي ندوة، دي ما بتكون ندوة، دي بتكون محاضرة الناس الجولية، ما في زول يتكلم غير زول دار يتكلم. لكن ما شاء الله البرنامج كان مليان ونحن اديناكم عصارة الموضوع، لذلك أصلا هو كان عن السودان عشان أنتوا تطلعوا على ما تبقى منه. وأنتم كلكم ما شاء الله أنت الحين أحسن مننا، أنت لو جيت هنا الكلام اللي قلتيه ده كان كفاية نحن نتخلينا نعمل به وكله نشيل ناس ابن عربي والحلاج. فبالتالي أعتقد أنك أنت كنت مصيبة جدا في ما قلتي أننا نسر المحاضرة ونندح بجانبها، لكن ضيق الزمن وشكلت البرنامج دعاني أدندن حول الموضوع. أنا شخصيا كمحاضر ظروف الناس، وجود الناس، زمن الناس جعلني أدندن. أنا لو لاحظت ما كنت مركز، بخطف خطفات سريعة للواعي وللفاهم، إنه أنا أضرب هنا شوية وأضرب هنا شوية وأضرب هنا شوية على أساس إنه أكتل المجموعة، يطلعوا الناس من هناك بعنصر فعال يبدو حياتهم يبدو بها. سؤال للرجل الجميل اللي قال إنه أنا ما ذكرت المرقنية والمهدية. المرقنية طريقة في التصوف نصيبها لم يكن محظوظا، لأنها جانب السياسة كان أعلى، والمهدية لم تكن محظوظة
في التصوف المعقود في السودان لأنها جانب السياسة كان فيها أعلى، فالناس ابتعدوا منها في شكل التصوف والتحموا بها في شكل السياسة. فهناك لا نسميها طرق أو متصوفة، هم حقيقة الصورة العامة، ولكن في واقع الأمر الروح السياسية والكم السياسي أعلى من الروح المنهجية للتصوف. بالنسبة للأستاذ زكي، يعني أنا ممكن أدمج السؤال الأخت هدى مع الأستاذ زكي. تتكلم الأخت هدى عن المحتوى الأدبي والقيم القيم الإنسانية الجميلة اللي عكستها الرواية المشهورة قواعد العشق الأربعون، اللي معظم الناس تأخذ الفكرة من خلال هذه الرواية، ولكن الأستاذ زكي قفز إلى من ناحية الواقع. يعني جميل أن احنا نتناول الروايات والأدبيات والفنون، ولكن بالجانب آخر احنا ننظر إلى واقع التصوف للشعب السوداني، وكذلك أضاف إلى الحركة الطبيعية للتصحيح والمراجعة التي يجب أن تكون مستمرة لا تتوقف. تفضل. من مصالحه وفوائده التي أدخلها على الشعب السوداني التسامح والتعايش ونبذ العنصرية. يعني نحن كان الفئة مقسمة إلى ثلاث: شيوخ وقبائل وعبيد. شيوخ وقبائل وعبيد. العبد ما كان عنده أي رمزية نهائي، لكن في التصوف بيبقى خليفة وبيبقى شيخ. في التصوف بيصير أقرب من أي عربي قح للشيخ، بل في التصوف يصير جزء من الحراك الأخلاقي القيمي الأسري. قد يتزوج هذا العبد أحد بنات الشيخ، لا تجدها إلا عند المتصوفة. القبيلة لا تجد لها مكانة، العنف الأخلاقي لا تجد له مكانة، الرمزية لا تجد له مكانة. الشعب السوداني لم أكن مبالغا جميعه منكسرا متواضعا بغض النظر عما يحمل من فكر وعلم بسبب هذا التصوف. تجد بروفيسور ولده يلعب مع القنم، تجد رئيس دولة السودان أولاده يلعبوا مع الجنايني اللي بيعمل المزرعة في بيتهم. الطبقية في التصوف لا وجود لها، وخاصة في المجتمع السوداني، وقد عايشتم السودانيين وتعرفون أخلاقهم وكيف حالهم، هم في حالة التعايش معكم أنتم تجده كالابن وكالأخ وكالأخت وكالأم وكالصديقة. إن كان هناك لك علاقة بأسرة تجد الأسرة كلها تتحدث عنك، أنت جزء من هذه الأسرة. السبب بعد الله هو التصوف في السودان. جميل جدا. نأخذ آخر مداخلة إذا كان في مداخلة أخيرة. آخر مداخلة فقط. تفضل. آخر مداخلة. هل التصوف هو المذهب الطاغي على السودان بشكل عام؟ يعني حسب كلامك التصوف هو اللي أعطى هاي الجمالية لأهل السودان، فهل التصوف هو المذهب الطاغي في السودان والأكثرية؟ شكرا. لا نسمي التصوف مذهبا، ولكنه هو التصوف هو المدرسة الأخلاقية للأغلبية والأكثرية من أهل السودان، وهي صاحبة الفضل، لكنه لم يصل إلى مرحلة أن يسمى معتقد أو مذهب. ما وصل هذه المرحلة. جميل. سؤال جميل. كمان نحب أن نذكر بندوة الأسبوع القادم، حفل تكريم المفكر أستاذ إبراهيم البليهي، سيكون في مجلس المقابي بالقطيف تمام الساعة 8 مساء. سيشارك العديد من المثقفين والمفكرين من المنطقة وخارجها. يعني كلمة أخيرة إذا تحب في أقل من كلمة دقيقة. أخيرة أنا أوعد أختي لو كان عندها إيميل أوعدك ببحث أنا كتبته عن المتصوفة، والآن في صدد أن يكون للنشر بإذن الله سبحانه وتعالى منذ تأسيسه الأول إلى هذه اللحظة التي نعيشها. والأصل يا إخوان أيها الأحبة الكرام، نحن حينما نلتقي في مثل هذه المحافل وهذه المجامع القصد منها التوادد والتراحم
والتعايش، وأن نخرج بأنفس سليمة على الآخر، وأن نحترم المبادئ والأطروحات والعقائد، وأن لا نخوض في أي عقيدة لأي كائن من كان إلا إن كان الخلاف بين أصل الذي يتعبد العقيدة وهو فقيها عالما، أما نحن عامة الناس من الذي نتلقى من المدارس ونقلد من المدارس، أدبنا أن نتعايش مع البوذي واليهودي والنصراني، فكيف حالنا بمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ سمة التعايش، سمة التوافق، سمة المبادئ في سلوكنا في حياتنا، والبعد عما يفرقنا، والالتقاء فيما نلتحم به ونلتقي ولو كان نور في النفق، هو أولى أن نكون على سطح هذه البسيطة من أن يكون صوت النفاق والتعالق والخلاف والشقاق هو الصوت الأعلى، فلا يأتي بخير في أمتنا، في مذاهبنا، في أطروحاتنا، في مجتمعاتنا. هذا المجتمع السعودي المختلف، ونحن نعلف ونؤلف في وجه الاختلاف، لكننا نتأدب أمام عنصر هذا المجتمع الذي هو اختلافه اختلاف يخصه هو، ونحن حينما نعيش على هذه الأرض ينبغي لنا أن نتصالح أولا مع أنفسنا قبل أن يكون هناك نسوق لعنة أو سبة أو خلاف بين ذاك المجتمع الملتحم الذي أسس قبل أن نأتي نحن هنا إلى المهجر. فنحن نحب هذا الشعب باختلافه، والاختلاف سنة كونية، فلن نستطيع أن نبدل هويات الناس ولا عقائدهم، لكننا نستطيع أن نتعايش مع الناس. هذا والله أعلم، والسلام عليكم. كلمة المضيف الأستاذ جعفر الشعيب، تفضل أستاذ جعفر. بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم بالشكر الجزيل أولا للأستاذ الشريف أبو الكساوي على حضوره واستجابته للدعوة ومشاركته في هذا اللقاء الجميل، ودائما نلتقي به في مجلس سمو الأمير حضورا ومشاركة، وفي مجالس أهل العلم والثقافة ورجال الأعمال في الدمام والخبر له حضور دائم في هذه المجالس ومشاركات مستمرة. في الحقيقة عندما تداولت يعني فكرة يعني هذه المحاضرة مع الشيخ أبو الكساوي، كنا يعني هدفنا كان هو التعريف ب يعني موضوع التصوف ك يعني مثل برنامجنا في المنتدى الذي يحتضن مختلف هذه القضايا وهذه المواضيع بغرض التثقيف والتعريف ويعني تداول الرأي حول مختلف الاتجاهات المذهبية الإسلامية القائمة. وفي على هذا المنبر يعني حضر يعني شارك معنا السلفي والشيعي والليبرالي ومختلف الاتجاهات، يعني لأنه منبر نعتبره منبر علمي مفتوح أمام الجميع لغرض الفهم المباشر من الأطراف أصحاب العلاقة وليس عما يقال عنهم. فكان غرضنا من استضافة فضيلة الشيخ هو التعريف والتثقيف بمثل ما تفضل بالطرق الصوفية، وكنت يعني أؤيد بعض الإخوة، كنت أتمنى من الشيخ أن يستفيض علينا بمعلومات أكثر أيضا حتى تكتمل الصورة لدينا، لأنه ليس في السودان فقط وإنما التصوف هو في مختلف الدول العربية وفي المملكة أيضا. فغرضنا هو هذا الهدف وهذا الغرض، وإن شاء الله يعني جزء من هذا الهدف قد تحقق. أنا أكرر الشكر لحضوره ولمشاركته، وأؤكد على أن المنتدى يعني مكان مفتوح لمثل هذه الحوارات، ولا نتردد في نقاش أي المواضيع. قد نختلف عن غيرنا في منتديات أخرى أو لقاءات أخرى اللي يتحسسوا من أي كلام عن المذاهب أو ما أشبه، لا، إحنا نعتبر بأن هذا أمر طبيعي ووجود قائم،
ومن حق الناس أن تتعرف على بعضها البعض. شكرا جزيلا. كما أكرر الشكر أيضا لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف على حضوره ومشاركته لنا، وإن شاء الله نستمع إلى كلمته. شكرا. وفي الختام نستمع إلى كلمة الضيف الشرف لهذه الأمسية، هذه الندوة، الشيخ الدكتور عبد الله اليوسف، وهو مفكر وباحث إسلامي في شؤون الفكر المعاصر، حاصل على وكالات وإجازات في الرواية من عدد من كبار المراجع والفقهاء المعاصرين، حاصل على دكتوراه في الفقه والمعارف الإسلامية من جامعة المصطفى العالمية، ساهم وأسس ورعى العديد من الأنشطة الثقافية والدينية والتطوعية، صدر له أكثر من 60 كتابا في حقول فقهية ومعرفية، ترجمت بعض مؤلفاته إلى لغات أجنبية. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البدء أتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة منتدى الثلاثاء الثقافي، وفي طليعتهم راعي هذا المنتدى الأستاذ جعفر الشايب، الذي بذل ويبذل جهدا كبيرا في استمرار وديمومة هذا المنتدى الذي استمر لمدة عقدين من الزمن، وهذا يدل على الإرادة والتصميم والتضحية بالوقت والجهد من أجل نجاح هذا المنتدى. ويذكرني هذا المنتدى بأهمية الصالونات الأدبية والثقافية التي انتشرت في العالم منذ سنوات طويلة، ولعل أول ما بدأت الصالونات الأدبية والثقافية كانت في إيطاليا في القرن 16 الهجري، ثم في فرنسا، واستمرت في أوروبا لتكون بداية النهضة العلمية في أوروبا. وفي بداية القرن 20 المنصرم كانت هناك أيضا الصالونات الأدبية والثقافية في مصر، في لبنان، وفي العراق، وفي كثير من بلاد العالم العربي، وكانت بعضها تحظى بأهمية كبيرة، خصوصا الصالونات الأدبية والثقافية التي كانت تتميز بالتنوع الثقافي والفكري. لعل من أشهر الصالونات الأدبية في مصر كان صالون مي زيادة، الذي تأسس عام 1911 ميلادي، يعني قبل لا نولد كنا الموجودين هنا، وكان يحضره الكثير من المثقفين والمفكرين من مختلف التوجهات. ثم صالون الكاتب المعروف المشهور عباس محمود العقاد في بداية الخمسينيات من القرن المنصرم، وأيضا كان يحضره لفيف من المثقفين وأهل الرأي والعلم. لا شك أن تنوع الموجودين، تنوع المثقفين والمفكرين، تنوع الطروحات والقناعات، هذا يسهم في توليد أفكار جديدة، كما يسهم في إثراء العلم والفكر. فالعلم والفكر لا يتطور إلا في ظل التجاذب الفكري والثقافي، وليس في ظل وجود الرأي الواحد، لأن الرأي الواحد يؤدي إلى جمود حركة الفكر والثقافة والعلم والأدب، بخلاف إذا كان هناك تنوع، فإن هذا يثري العلم ويثري المعرفة. النقطة الثانية هو حقيقة وأهمية التعارف المذهبي والديني. لو ألقينا نظرة فاحصة في المجتمعات المسلمة فسنجد تعددا في المذاهب، وفي بعضها تعددا في الأديان، وهذا أمر طبيعي. التعدد المذهبي هي ظاهرة طبيعية وسمة ثابتة في جميع الأديان السماوية والوضعية، فقلما نجد مجتمعا يخلو من هذا التعدد. والمهم هو أن نسعى جميعا إلى المعرفة
إلى المعرفة بالمذاهب الأخرى. من الطبيعي أن الإنسان يحب أن يتعرف على آراء مذهبه، ولكن الأهم أن يسعى من أجل الاطلاع والتعارف على آراء المذاهب الأخرى. والتعارف أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والمدخل الرئيس للتعارف هو أن يبدأ الإنسان في الاطلاع وقراءة آراء ومعتقدات وأفكار المذاهب الأخرى، لأن هذا يعطي الإنسان رؤية أوضح حول حول الديانات أو الأديان، وحول أيضا المذاهب المختلفة. وبالنسبة لنشوء المذاهب كما تعلمون فقد بدأ من القرن الهجري الأول، وعندما يقرأ الإنسان في تاريخ المذاهب والفرق، وقد أفاض بعض المؤرخين في هذا الجانب كما فعل الشهرستاني في كتابه المشهور الملل والنحل، أو أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أو البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، والآن هناك أيضا موسوعة للشيخ جعفر السبحاني تحت عنوان بحوث في الملل والنحل من عدة مجلدات، يمكن وصل لحد الآن 8 مجلدات. وقد كتب الكثير قديما وحديثا حول المذاهب والفرق والتيارات. المهم في الموضوع، لا أريد أن أقيم أي مذهب كما تفضل فضيلة الشيخ، مشكورا وجزاه الله خير على ما تفضل به وعلى تشريفه لواحة القطيف. كما تفضل، نحن لسنا الآن في مورد التقويم، ولكن أريد أن أؤكد على أهمية التعارف المذهبي، وأن الإنسان عليه ألا يكون عنده حساسية من أن يستمع لآراء الآخرين والأفكار الآخرين والأصحاب المذاهب الأخرى، بل بالعكس ينبغي أن يسعى الإنسان لكي يكون رؤية واضحة حول مختلف المذاهب والفرق. ثم إنه في كل مذهب أيضا هناك مدارس متعددة، مدارس فقهية، مدارس عقائدية، مدارس في بعض القناعات والمناهج، ومنها الصوفية التي أشار إليها الشيخ، يعني هي منهج طريقة للتعبد. هناك طرق أخرى أيضا في المذاهب الأخرى ينبغي للإنسان أن يطلع. ولعل من المفيد الرجوع إلى كتاب السيد هاشم معروف الحسني، وهو كاتب لبناني، عالم لبناني معروف، له العديد من المؤلفات، عنده كتاب مفيد في هذا الجانب بعنوان بين التصوف والتشيع، يوضح فيها الفروق بين التشيع والتصوف وما يراه بحسب رأيه. فمن المفيد أن الإنسان يقرأ ويطلع ويحاول أن يفهم الآخر من خلال آراء أصحاب المذهب وليس من خلال خصومه. المشكلة في كثير من الأحيان أننا نسمع عن المذاهب أو نقرأ عن من كتب عن أي مذهب من المذاهب ولكن من خصومه، وعادة الخصم لا يكون محايدا ولا يكون موضوعيا. نحتاج أن نقرأ من أصحاب أهل المذهب، لأنه هم الذين يستطيعون أن يعبروا بصدق وموضوعية أكثر عن مذهبهم. وأختم بالقول بأهمية التسامح في التعامل مع أصحاب المذاهب المختلفة، لأنه وجود المذاهب بغض النظر نتفق أو نختلف حول أي مذهب أو أي طريقة أو أي فكرة أو أي فرقة أو أي ملة أو أي دين، نحن في الواقع الخارجي نجد هناك تنوع في المذاهب، تنوع في الأديان، ومن الضروري أن نحاول أن نتعايش، بمعنى أن
نتعاون فيما نتفق عليه، وكما قال صاحب الشيخ رشيد رضا صاحب مجلة المنار، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إذن الإنسان حتى نحقق مفهوم التعايش بين مختلف أصحاب المذاهب والأديان والفرق، لابد أولا من المعرفة بأصحاب المذاهب الأخرى، ثم أن نغلب مسلك التعاون والتعايش والانفتاح مع آراء المذاهب الأخرى، وأخيرا أن نركز على نقاط الاتفاق وهي كثيرة بين المسلمين. البعض للأسف يضخم نقاط الافتراق ويهمش نقاط الاتفاق. نحن يجب علينا إذا أردنا أن نؤسس للتسامح في المجتمعات المسلمة أن نركز على نقاط الاتفاق ونقلل قدر الإمكان من نقاط الاختلاف والافتراق. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، وأن يوفقنا جميعا إلى أن نسلك مسلك أهل العلم والمعرفة الذين يبحثون عن الحقيقة كما هي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وصحبه المنتجبين. شكرا جزيلا.